لعب كرة عرضية خطيرة. وين يلا يا سالم، وين السالم بالكرة؟ كفو يا سالم كفو. هاي مرة مو بس أربعة، خمسة إن شاء الله يا رب. يس أبروح الحمام سريع سريع وبجي. خلاص طيب. خصمه في مباراة اليوم وعودة من بعيد بهذه الوضعية بهذه النتيجة. بعد التمريرة تصل إلى أكرم عفيف عادي. المهم معاد سريع لمساعة السد. هذه كرة وعودة بعد ذلك 3-1. شو السالفة يا عيال؟ وين الدفاع؟ وين الحارس؟ وش ذا اللي قبلنا 3-1؟ يمينا بالله فريق ترقيع في ترقيع. أنا ما أدري متى بنجيب آسيا ذي. مستحيل تجيبها إذا رحت دقيقة واحدة وجابوا فينا ثلاثة. منحوسين حنا. لو سمحت أنا حجزت عندكم موعد يوم 24 وأبغى كنسله. تقدروا ترجعوا العربون؟ فيها خطأ فيها خطأ فيها خطأ فيها فاول فيها فاول وخطأ لمساعة السد في مكان خطأ. يعني في الذهاب جابوا أربعة وفي الإياب هدف واحد، يعني الهدف هدفين. وش بيصير؟ ها بشر هذا فاول ان جابوه يا سلام، ما تاهل. وما جابوه رحنا فيها، تاهل الهلال. يا رب يجيبها يا رب يا رب. والله ان صارت نضحك على الهلاليين ضحك السنين، وفعلا بيصير الهلال يقي. يا الله يا رب انك تجيب هذا الكوري. يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا كريم. تكفى يا ذا الكوري جيبها تكفى. كنا ضامنين كنا متأهلين، وشلون صارت كذا؟ أقول اسكت ترى ماني بناقصك، ماني بناقصك يا تركي. أخيرا المباراة اللي تعلب بأعصاب اللاعبين والمشجعين. الحين ليش التاني يصيح احنا تونا ما طلعنا؟ لسجل وكان محظوظا في أن يبقى ويستمر في المباراة. خوخي مع نامتا هي أخطر اللاعبين. فرصة سداوية على حدود منطقة الجزاء في مكان خطير. الفرصة السداوية دعوات الهلاليين على هذه الكرة الأخيرة. سد لديه الفرصة. هذه المحاولة من جانب نامتا هي يلعبها. كفو يا معيو. أوه يا معيو حبيبي. أوه يا معيو حبيبي. أوه يا معيو حبيبي. حبوا مين؟ معيو حبيب الملايين. معيو حبيب الملايين. معيو وتحبوا مين؟ معيو. آه يا القهراء يا جعلة في عيونك ذا الصغار يا ذا الكوري. الحين الباب عرضه 7 متر، ما لقيت الا تحطه في زاويه الحارس. ها هي المعيوف. قهر قهر فجاه صار بفون. يا رجال الكوره جات لين حضنه، ما تعرف حظ الهلال؟ والحل دبرونا يا جماعه، متى يخلص هالكابوس؟ انا اقول ندعم الهلال وبالذات البلاي والمعيوف. اذا جابوا الهلال اسيا نقول احنا اللي دعمناهم، لكن اذا جابوا العيد وضيعوها هذا المطلوب. نرجع ونقول وما ننسى. أورا وبس. ايوه أورا وبس. ايوه في الحقيقه وعشان المناسبه هذه والهلال قرب ياخد اسيا الكل فرحان، الكل فرحان ومبسوط، ما عدا فئه معينه كده ما تبغى الهلال ياخد اي حاجه. فانا عندي خاطره كده كتبتها وسميتها يتركوهم او ما يتركوهم. يتركوهم أو ما يتركوهم، إذا حققها ما يتركوهم، وإذا ما حققها برضو ما راح يتركوهم، لأنهم يراقبوهم وما راح يتركوهم. صح لسانك يا أبو فارس، بس أنا اليوم أنا جاي أدعم فريق الهلال. هذه صورة يلا تسوي زوم المخرج، هذه صورة البلاهي والمعيوف. أنا اليوم أبي أدعم الهلال وأدعم البليه والمعيوف بالذات، لأن البليه والمعيوف جاهم انتقاد لاذع من جمهور الهلال. بس أنا أقولكم يا بليه والمعيوف أنا معكم واستمروا أنتوا غادرين، والهلال بيجيبها هالسنة. أساساً أراوة ضعيف ومنتهي ولا عندها أحد. إذا ما خذها الهلال هالسنة وخذ البطولة وراح للعالمية اللي قاعد يطلع عمرك ما غير يجلد عليها ورايح جاي بيها من 20 سنة ما سوى شيء. وراوة واللي هزم الهلال قبل كم سنة نسيت يوم تذبح أنت حاشي؟ لو سمحت هذا مهم موضوعنا،
مو هو بموضوعنا، ولا لك علاقة فيني. أذبح حاشي، أذبح سلك، مو بشغلك. موضوعنا الأساسي العالمية. العالمية صعبة قوية، عرفت شلون؟ العالمية صعبة قوية، يعني طول عمرك إذا خذها الهلال ترى ما جاب شيء جديد، لأن فيه ناس قبله اللي هو النصر جايبها من 20 سنة. إيه، وهذا هو الدليل. أعصابك هدي، هذا هو الدليل. هدي شوية، شفته؟ هذا الدليل. وش جو الحلاقين ذا يا ابو فهد؟ جايب لنا فوطه. ما راح يتركوهم. فهد ابو فهد، ابو فهد معليش دقيقه، معليش تباس تباس مع البليه والمعيوف قلبا وقالبا. ابو تركي، ابو تركي معليش كل مره، معليش 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 ابو فارس معليش. فاصل، نواصل بعد الفاصل. انتبه يا بلي، انفراد لمهاجم اوراوا والهدف لاوراوا. لا احد مستحيل يا هلال. الكاس تتجه للفريق الياباني الذي احرز هدف في وقت قاتل. كرة قدم ظالمة، الهلال فعل كل شيء ولم يسجل. وش ذا؟ كل سنة نطلع، كل سنة نطلع. لا يا بلي، لا يا بلي، هي لا 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 لا. سلامات يا باقي، ايش بك فجأتنا؟ الساعة كم؟ الساعة 10، ساعتين اثنين وتبدأ المباراة ويشوفوك بعدين. استهدي بالله يا ابويا، تعال افطر وان شاء الله الكاس لكم. لا لا، بطني يمغصني. مع السلامة. تعال يا الحبيب، تراها مباراة مو باختبار رياضيات عشان يمغصك بطنك. مالك شبيه، مالك شبيه الا القمر بين النجوم، مالك شبيه. والله لا تقول لي صاير من هنا لبكره، ما في استئذان. ليه يا طويل العمر؟ ليه؟ هذا يوم تاريخي للزعيم. الله يرحم والديك. تكفى، ابي اشوف المباراه، ابي اشوف النهائي مع العيال. يا اخوي احنا حاطينكم تحت الى شاشات غرفه الاجتماع كلها عشان نمنع استئذان منكم ومن غيرك. مالك شبيه، يلا عجلي المباراة بتبدأ. يلا يلا جاية، بس ألم الصفرة. اضغط عليه، اضغط عليه. مع الشهري قد يفكر. كفو كفو يا موسيقار، روح يلا فرج، ادعس. إيه اضغط عليه، روح. حلو، يلا يلا، هي يا رب، روح. عطى عطى يا ابوي، قوم اسفه تحلك، العب. هي 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 هي. حرام عليك يا شيخ، وش ذا النحس؟ وش ذا البطوله اللي عاد تجي؟ ضاعت الفرصه، كل سنه في النهائي نضيع الفرصه. أعوذ بالله وتضيع البطولة. أنا ما أدري وش بيننا وبين النهائي هذا. في وسط الملعب. أضغطوا أضغطوا يا عيال. ما شاء الله يكون عندك هذا الكم. يا عيال ربع ساعة يلا. لكن النهاية لم تكن سعيدة. القادم أفضل يا غوميز. القادم أفضل يا هلال. فرصة متاحة. الهلال لا زال يبحث عن هدف. جيوبينكو على تنفيذ ثابتة ركنية هلالية تلعب القائم الأول.
يبعدها الدفاع يساعدها سالم الضربة لكنها صدمت في الدفاع تحولت إلى ركنية. ضربة يا سالم حلوة كانت اللقطة الأخيرة من التورنيدو لكنها ضربت في ألو روح في الجدار الدفاعي لفريق أوراوا. يعطيه فيه خش عليه خش عليه خش عليه إيه بطل 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 حكم حكم يلا روح يلا 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 كريم يلا روح 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 ادعس روح ايوه روح هيا عط فرج يلا يلا فرج يلا 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 سرب يلا يا رب لك الحمد الشكر يا رب يا رب لك الحمد الشكر يا رب. مبروك مبروك يا عامل لا تبكي دمعة غالي علينا خلاص هتروح للعالمية. ما انا مصدق يا عامل والله ما انا مصدق. مبروك يا عامر ألف مبروك وربي تستاهل وجهك. الله يبارك فيك يا كم وينك يا سلمان وبعد ذلك يا رب يا عامر سالم 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 الله أخيرا أخيرا أخذنا عاصمة أخيرا للعالمية الهلال أصبح قريبا جدا. حلو طير على طول يا اخي يا حكم يا سلام في مرمى مشي اللي في مرمى يلا يلا مشي اللي في مرمى وراوا في بطنك يا شمورة تعود الكره هيا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هيا هو الثاني مرة مرة الثاني اسمه هلال نادي وله عشاق في كل عامر جات الآسيوية جات الآسيوية أخيرا ياس مبروك بنروح العالمية خلاص ما في صعبة قوية أتحدى كل أسوية نادي وله عشاق في كل دولة يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال زعيم والله زعيم يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم. أوه يا هلالي 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 قاوة قاوة نشروني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني يلا بسرعة لا تعطلوني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني شكرا حاج صالح منك الفرحة كلهم كنك حتى تتابع الصفحة
نشروني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني يلا بسرعة لا تعطلوني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني شكرا حاج صالح منك الف